بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. سنة وعدت بأحزانها وأفرحها، وسنة جاية وفتحة بالأمل بابها. ما تيجوا نقلب الصفحة وننسى بجد أوجعها، ونقعد كلنا ونعد في حوالينا كام نعمة. ما تيجوا نسامح الغلطان ونديله كمان فرصة، ونسأل على اللي ناسينا ونبدأ بالمحبة احنا، ونقعد نفتكر تاني سنين عشناها وياهم، وأيام ضحكنا دية بجد وحشانا ووحشاهم. ما تيجوا نلم بعضينا في صورة حب للذكرى، نشوفها تاني نتشوق للمة بعضينا الدافية، تخلينا نشوفها نقول هنتجمع سوا تاني، محدش فينا راح يبعد ويبقى تاني وحداني. كل سنة وحضراتكم بألف خير، ويا رب يا رب يا رب السنة اللي جاية دي تكون سنة كلها سعادة وفرح علينا كلنا. يمكن السنة اللي فاتت كانت سنة صعبة تقريبا على ناس كتير قوي، فقدوا فيها ناس غاليين عليهم، تعرضوا لمشاكل كتير في حياتهم. احنا في بلادنا يمكن تعرضنا برضو لمشاكل وأزمات كتير جدا. خلينا عندنا تفاؤل وأمل ان بكرة ان شاء الله احلى بإذن الله، ويبقى عندنا حسن ظن بالله ان شاء الله اللي جاي هيكون احلى واجمل بكتير جدا من اللي راح. خلونا نتقابل السنة الجديدة واحنا جوه قلبنا سعادة وبهجة وفرحة وراحة وطمأنينة وحسن ظن كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى، وندعي ربنا كلنا. وياريت الساعة 12 بالليل أو يعني قبلها بعشر دقايق تقريبا، وقبل ما نبدأ سنة جديدة كلنا نصلي ركعتين لربنا سبحانه وتعالى، وندعي من قلبنا قوي أن ربنا يكتب لنا الخير كلنا في السنة اللي جاية علينا. وبما أننا في بداية سنة جديدة وكلنا تفاؤل وحب وأمل في أن اللي جاي إن شاء الله يكون أحلى، نتكلم النهاردة عن الحب ونقول إزاي نحب ونتحب مع الأستاذ الدكتور عبد الناصر عمر. وأكيد بنرحب باتصالات حضراتكم وأسئلتكم، ولكن بعد الفاصل. النهاردة إن شاء الله الأستاذ الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي، وهنتكلم ونقول إزاي نحب ونتحب. وأكيد برحب باتصالات حضراتكم وأسئلتكم. دكتور عبد الناصر، كل سنة وحضرتك بألف خير. الحمد لله، وحضرتك بألف خير يا رب. يعني مع بداية السنة الجديدة يمكن اتكلمنا عن الحب كتير، ولكن حضرتك الحلقة اللي فاتت قلت لي جملة مهمة جدا، خلينا نتكلم مرة ونقول ازاي نحب ونتحب، وازاي نخلي الناس تحبنا. ازاي نعمل ده؟ ازاي نعمل ده؟ شوفي، الموضوع مش بسيط زي ما الناس متصورة. يعني تحب حد او تتحب من حد الموضوع مش بسيط خالص. ودايما بقول ان الحب بداياته دايما سهلة، لكن الاستمرارية مهمة جدا. وعشان تستمر في الحب بنحتاج حاجتين مهمين جدا، كنت قلتهم لك حتى مرة فاتت. محتاجين time and effort، محتاجين وقت ومجهود جوه هذا الوقت. وقلت لك برضو ان احنا اكتر حاجة ممكن تديها لحد بتحبه هي جزء من وقتك. جزء من عمرك. ويكون هذا متأسف وكون هذا الجزء محمل بمعاني جيدة أو محمل بأفعال جيدة. السؤال المهم بقى هو احنا بنحب ازاي، وليه الناس بتحب بعض؟ يعني ليه انا بحبك مثلا ومبحبش حد تاني، او ليه انا بحبكيش وحب حد تاني؟ احنا عندنا نظريات مختلفة جدا ليه الناس بتحب بعض، وده مهم جدا على فكرة. وبالتالي لازم الناس تبقى فاهمة، لو انا عايز اؤثر على انسان اخر، لو انا عايز حد تاني يخليه يحبني اعمل ايه؟ اعمل ايه عشان خاطر لو انا مش هقولها بطريقه باخره، هقولها بطريقه لو انا عاجبني حد وعايز اخليه يحبني، احبه يخليه يحبني ازاي؟ يعني روشته رومانسيه لطيفه جدا، مش رومانسيه، روشته كمان عقليه. بصي، اول شيء بيخلي الناس تحب بعض او تتشد لبعض هو المظهر الخارجي. المظهر الخارجي مش الحلاوه. خد بالك، لا طبعا، لانه يعني الحلاوة دي بتختلف من شخص لشخص. فالمظهر الخارجي مؤثر قوي جدا جدا في بدايات العلاقات الانسانيه. انا بشبهها دايما المظهر الخارجي ده عامل زي باسبور كده. ما ينفعش تخش تاخد فيزا من اي سفاره في الدنيا غير لما يكون عاكب باسبور صالح للاستعمال. فلازم يكون مظهرك صالح للاستعمال. وبالتالي مظهر الناس مهم جدا في التاثير على الاخرين. طبعا المظهر بيختلف من مكان لمكان ومن ظروف لظروف. يعني مثلا كان زمان السيده البدينه هي السيده الاكثر جذبا للانتباه واكثر حبا زمان. دلوقتي السيده النحيله هي الاكثر جذبا للانتباه. وبالتالي انا ما بتكلمش على الشكل والحلاوه، لان على فكره الحلاوه دي نسبيه جدا. بالظبط،
وكل انسان حلو بشكله. المهم انا بعمل ايه بشكلي؟ بعمل ايه؟ ببقى احنا نسميها نيت اند كلين، يعني نظيف ولابس كويس. ايوه. والفقر على فكره ملوش دعوه خالص بالنظافه، لا لا خالص. انا قصدي هي زي ما حضرتك قلت حاجات هي بتبقى نسبيه. وبالتالي كان في نظريه شهيره جدا وبحث اتعمل لطيف جدا في امريكا، كانوا جابوا 500 طالب وطالبه وخليهم يقابلوا بعض بصوره راندم، يعني بصوره عشوائيه، وقعدهم مع بعض كل واحد فيهم 5 دقايق، وقال له استبيان كده، عايز تقعد مع التاني تاني وليه؟ فكان دايما كل الردود انا عايز اقعد معاها عشان عينيها حلوه، عايز اقعد معاها عشان جسمه حلو، كل الحاجات ليها علاقه بالشكل الخارجي. يعني بدايه اي علاقه ليها علاقه اكتر بالشكل الخارجي. وبالتالي الشكل الخارجي مهم جدا. النقطه الثانيه مهمه جدا، لما قعدوا الولاد دول مع بعض تاني بس قعدوهم نص ساعه، خد بالك بقى الشكل الخارجي اختفى خالص. بمعنى تقول له عايز اقعد معاها عشان مثقف، عايز اقعد معاها عشان طيبه، عايز اقعد معاها عشان دمه خفيف. وبالتالي الشكل مهم لبدايات العلاقات، لكن الشكل مش للجذب مهم فقط. الشكل مش مهم خالص لاستمراريه العلاقه. ليه؟ لان احنا بنتعود على الشكل بسرعه جدا، وبنتعود على الحلاوه بسرعه جدا. والمثل الشهير جدا بتاعنا، حط بيرفيوم حلو بتشميه اول دقيقتين وبعد كده خلاص وخلاص، لكن لو قاعده معاك ريحه وحشه بتفتكر شم الريحه الوحشه اول دقيقتين. يعني احنا بنتعود على الجمال ولا نتعود على القبح. اوكي. فبدايتنا ان احنا يبقى شكلنا كويس او نيت اند كلين، نظيف ومهندم. بعد كده يجي حاجه مهمه جدا، الناس بتحب بعض جدا، وعامل مؤثر جدا حاجه اسمها بروكسيميتي. بروكسيميتي يعني ايه؟ يعني بنحب الناس اللي قاعدين معانا فتره طويله، العشره الناس اللي جنبينا. وبالتالي اللي لينا مواقف معاهم، بروكسيميتي مهمه جدا. وبالتالي لو انت بتحب حد وعايزه تجيبيه، يعني هو بتحب حد وعايزه تجيبه، الزقيله هيزهق. لا الزقيله، يعني بصي الزقيله بصفه مستمره، يفتح الثلاجه يلاقيك، يفتح التلفزيون يلاقيك، بص موجود على طول. على طول في الاول هيبقى مستغرب جدا، او في الاول تبقى مستغربه جدا، وبعدين هيتعود عليك. مهم قوي الكلمه دي، هيتعود على وجودك. بس في بعض الشخصيات يا دكتور بتبقى يعني بتتخنق من فكره انه طيب استني. عشان كده بقول لك القصه محتاجه فكر. انا الاول ببقى بروكسيمت، ببقى قريب، وبعدين يتعود عليا. بس هقول لحضرتك على حاجه، الزقيل وطيب بغلاسه ورخامه ولا الزقيل ازاي؟ لا مش برخامه، لا انا قصدي التواجد. التواجد في المحيط بتاعه. او التواجد في المحيط بتاعها. شوفني كل يوم، بتكلم معاك كل يوم، يعني دايما البروكسيميتي، القرب والتعود عامل مؤثر جدا في حب الناس لبعض. يقول لك ده زميلي من 30 سنه، ده عشره عمري. يعني في الغالب الناس تبقى اصحاب زمايلها، في الغالب بتبقى العلاقات الانسانيه اقوى مع العشره والوقت. هل في بعض الناس اللي ممكن تكون مش مرتاحه في حياتها لكن مش قادره تاخد الموقف لمجرد ان الشخص ده هي تعودت على وجوده؟ ده طبعا دي قصه اخرى بقى هنتكلم فيها بالتفصيل. بس انا بقول لك الاول على المؤثرات اللي بتخليكي اكثر عرضه للوقوع في الحب. اكثر عرضه على فكره، مش بس حب اللي هو الحب العاطفي، وكمان الحب حتى الصداقه. فالبروكسيميتي مهم قوي، والتواجد المستمر مهم جدا. حاجه ثانيه مهمه قوي بقى، التشابه في الطباع بقى. اكيد التشابه في كل حاجه مش بس في الطباع، التشابه في المستوى الاجتماعي. يعني فكره ان ابن الغفير يتجوز ابن الامير دي في الواقع ما تعملش علاقه انسانيه مستمره، ما تعملش. فكره مسيحي ومسلم، فكره مسلم متدين جدا ومسلم ليبرال، مسلم يعني ليبرالي جدا، ما ينفعش. وبالتالي لازم نبقى شبه بعض، عشان خدي بالك مش مهم نبقى شبه بعض عشان تبتدي العلاقه، لكن مهم نبقى شبه بعض عشان تكمل العلاقه، عشان تقدر تعيش معايا 20 30 سنه ويفضل بينا مشاعر انسانيه جيده. لازم احنا متشابهين، لانه في بدايه العلاقه حتى لو في عدم تشابه في حاجات بيعدوها الوله. ايوه، مجرد الاستمرار. الوله بيخلي كل حاجه تبان حلوه جدا. العشق كويس، الباشنت لاف، الحب العشقي او الحب الولهي بيخلي الدنيا بتعدي. لكن عشان تستمري لا، لازم يبقى شبه بعض، شبه بعض دينيا، شبه بعض اجتماعيا، ماديا، ثقافيا. مهم جدا نكون احنا اتنين تعليمنا زي بعض. خد بالك، يعني قصدي صعب قوي ان حد يبقى معاه دكتوراه مثلا والتاني معاه دبلوم تجاره ويعيشوا، بقى صعب. ما تقدرش، الفكر مش هيبقى واحد بالظبط كده. حاجه تانية مهمه جدا في العلاقات الانسانيه، حاجه اسمها كومبلمنتري ريليشن شيب، اللي هو ايه؟
ان احنا الاثنين بنكمل بعض. بنكمل بعض بمعنى ايه؟ مش احنا الاثنين تضاد، احنا الاثنين بنكمل بعض. معاك تليفون. معنا تليفون. طيب ناخد اميره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. بالله عليكي، انا عندي مشكله وعايزه حد يحلها لي، والله ما مش عارفه. اتفضلي حضرتك. انا بقالي بالظبط سنه انا وجوزي في مشاكل، فمش عارفه اعمل ايه، وهو حلف عليا ان انا لو رحت عند اهلي ما ملزموش تاني، مش عارفه اعمل طب ايه. طب انتوا المشاكل اللي انتوا متجوزه بقالك قد ايه؟ بقالنا 5 سنين. طب المشاكل اللي بينكوا بقالها سنه دي بسبب ايه؟ بسبب ان انا عايزه اروح عند اهلي وهو مش موافق. تروحي عند اهلك بمعنى ايه يعني؟ يعني زياره عاديه بس مش اكتر. هو مش عايزك خالص تروحي تشوفي اهلك؟ اهلك دي اللي هو ايه، مامتك وباباكي يعني؟ اه مش راضي. طب اسبابه ايه؟ طيب اهو لو روحتي بالعيال ما تلزمنيش، انا بالظبط هما ساعتين ان انا حرصهم، اقعد ساعتين مش اكتر من ساعتين. فهو حالف، فانا مش عارفه. قال لي لو روحتي روحي بس انا هبقى موجود، ولو جيت ما لقيتكيش هيبقى فيها كلام تاني، وانا مش عارفه اراضي ازاي. طيب بصي يا اميره، انا هستاذنك معلش عشان هو مش يعني مش هيبقى تخصص دكتور عبد الناصر طبعا عشان يرد عليكي في الموضوع ده، بس حاولي تكلميه. طيب في حلقه بكره يكون معانا ان شاء الله الدكتور محمد وهدان يقدر يعني يفيدك في سؤالك النهارده. بشكرك جدا على اتصالك. طيب. هو ليه انا ما ردش عليه؟ طب رد عليه. هو القصه دي مش دينيه خالص. طيب تعمل ايه؟ القصه دي مش دينيه خالص. دي قصه صراع قوة. خدي بالك بس. دي مهمة جدا بقى الكلام ده. ده بقى في صميم موضوعنا. هو مش عايز تروح عند اهلها ايا كان اسبابه على فكرة. مارتن لوثر كينج عنده مقولة بحبها جدا، يقول لك ما تقدرش تقف على ظهر حد غير لما يوطي لك. صحيح. مش كده؟ طبعا. تقدري تقفي على ظهري لما اوطي لك؟ لا طبعا. لا يمكن، الا لو هتموتيني في الارض بقى الموضوع تاني. تقصد حضرتك ان هي اللي اديته فرصة يعني انه يعمل ده؟ إيه؟ يعني قصدي ايه؟ هي الحسبة بتبقى هو انا عايز ايه من حياتي؟ كويس. اللي يحلف عليا عشان ما اروحش، طبعا ده حلفان مش كلام فارغ يعني. فكره انها هتطلقي لو رحت عند اهلك ده متخلف عقليا، يعني الفكره نفسها تخلف عقلي. طب وانا بحلفه بكده، وانا بقول لك بكره الشيخ هيقول لك ده كلام فارغ ومش ممكن، مش منطقي. بمعنى ايه؟ ان هو يقول لها لو رحتي هتبقي طالق؟ مفيش حاجه اسمها كده. يعني رحت عند اهلك تبقي طالق يعني ايه؟ مش فاهم. ما هو طب ما هو ده اللي بيحصل يا دكتور. ده مش منطق خالص، وده مش اسلام خالص، وده مش دين خالص. خلاص ده موضوع يعني. طيب نتكلم بقى في الموضوع بتاعنا بتاع الطب النفسي يعني. هي الفكره في الفكره، هو انت عايزه تكملي حياتك ازاي؟ الراجل ده بيهددك ايا كان بقى الطلاق ده يعني يقع ولا يقع، ولا من وجهه نظري يعني شخصيا ما يقعش، بلاش يعني ده خليها ده في الجزء بتاع حلقه بكره. سذاجه وجهل شديد. سذاجه وجهل شديد يعني. لكن طيب ما هو بعد ما يحلف عليكي بانك ما تروحيش لاهلك، ممكن يحلف عليكي تعملي اي حاجه ثانيه. طبعا يعني ممكن تبقي انت دايما في حاله تهديد مستمر اذا لم تطيع الاوامر، حتى الاوامر مش منطقيه. كويس. في حياه ايدي ان شاء الله. الناس بقى فاهمه غلط. هو بقى ده فن العلاقات الانسانيه. عارفه المثل بتاعنا بتاع مصريين لك يا فرعون من فرعنك؟ ما لقيتش حد يلمني. بالظبط كده. هي الفكره في ايه؟ كل واحد متصور ان هو عنده القوه، او احنا بنسميها ساعات وهم القوه في العلاقات الانسانيه. انا طول ما انت عندك وهم القوه، انا لما اختبر هذه القوه فبيفضل عندك هذا الوهم. ان انت اقوى مني بكتير جدا، وان انت عبد الناصر ما يقدرش يعيش من غيري، وعبد الناصر لو زعلت هيسيب هينتحر. انت عندك هذا الوهم. وانا بغذيه بان انا ما بعملش اي حاجه خالص تزعلك. ما انا خايف. لكن جربي بقى ما تخافيش انك تاخد الخطوه. جربي تاخد الولاد وتروح عند اهلها. هيعمل ايه يعني؟ هيطلقها؟ اوكي طلقنا، وبعدين هيعمل ايه؟ في الغالب هذا النوع من الاشخاص او الشخصيات لما بيلاقي قوه معاكسه ومصره ما بيبقاش كده. يعني ما بيبقاش زي ما هو ظاهر. بالظبط كده. يعني قصدي بطلوا تتصوروا. دي العلاقات الانسانيه المشوهه. دي العلاقات الانسانيه المعوجه. انا فاكر على فكره بتكلم مع راجل او ست. ان ما فيش حاجه اسمها راجل او امراه يسود العلاقه. ما فيش حاجه اسمها حد يقتحم خصوصيات حد اخر، او حد يتحكم في مصير شخص اخر. احنا اللي بنسمح
للاشخاص ان هم ياخدوا المساحه دي. على فكره ده هذا النوع من الحب بيسموه الحب المرضي، باثولوجيكال لاف. ايه الباثولوجيكال لاف ده؟ ان انا في علاقه انسانيه ببقى مقهور، مقهور وما باخدش حقي وما باخدش مشاعر انسانيه وبفضل في العلاقه الانسانيه دي. فانت بيبقى عندك درجه من الماسوخيه. عارف يعني ماسوخيه؟ طبعا. ماسوخيه اللي هو بيحب قوي يعذب نفسه، يحب جدا يؤلم نفسه. الحياه ما بتقفش عند اشخاص، خد بالك. وكتير جدا من الناس لما بتاخد قرارات حقيقيه في حياتها، حياتها بتنصلح. بدليل ان احنا بنقعد نتخيل انه لو فلان اتوفى مثلا احنا مش هنعيش بعده، وانه دي نهايه الحياه، ومع ذلك الحياه بتستمر. مفيش شخص في الدنيا لا يمكن الاستغناء عنه، ما اتخلقش. يعني النبي عليه الصلاه والسلام توفى والرساله المحمديه بقت اقوى بكتير جدا بعد ما مات. يعني هو مات كانوا كلهم 5000 واحد، دلوقتي بقينا مليار وشويه. سيدنا عيسى توفى ما كانش حواليه غير الحواريون وشويه ناس قليلين جدا، دلوقتي مليار وشويه، وهكذا. وبالتالي فكره ان انا اتصور ان شخص ما هو سبب بهذه الحياه او الوجود، بهذه الاهميه في حياتي، دي مشكله كبيره جدا. انا اللي بدخل الاعتقاد ده جوه تفكيري. انت اللي بتصنعي هذا الفرعون. صحيح. وهذا الفرعون لو ما حصلش مواجهه حقيقيه هتبقي في حاله انهزام طول عمرك، او هتبقى في حاله انهزام طول عمرك. ومثل هذه العلاقات على فكره بتبقى علاقات فاشله، لانها يعني كلها مشاكل وتعاسه شديده جدا. والتعاسه على فكره خد بالك، بس عارف مشكله ايه في التعاسه؟ التعاسه بتعزم كل امراض الدنيا. طبعا. بتعزم امراض طبعا. الدنيا طبعا. العضويه، وبتعزم امراض الدنيا النفسيه، وبتعجز بدري. بتعجز بدري. طيب ناخد التليفون معانا. مين؟ مدام ايمان. الو. مساء النور، اتفضلي. ايوه معاكي مدام ايمان. انا مش سامعه الصوت كويس. معاكي الو، معاكي مدام ايمان. اهلا بيكي يا مدام ايمان، اتفضلي. ايوه انا كنت عايزه اقول لك كلمه، وبعد كده عايزه اعلق على اللي انا حاسه. انا مش سامعه. الو، هستاذنك بس علي صوتك شويه مدام ايمان بعد اذنك. ايوه انا كنت عايزه اقول لك كلمه، وبعد كده عايزه الدكتور يعلق على اللي انا حاسه. انا مش سامع حضرتك. سامع هتقول حاجه وانا اعلق على اللي هي بتقوله. طب اتفضلي، بس هستاذنك بس وضحي صوتك بس شويه بعد اذنك. طيب حاولي تكلمينا مره ثانيه. طيب نرجع تاني للحب وللمشاعر. وازاي نحب ونتحب. كنا بنتكلم قبل من السيده اللطيفه دي اللي اتكلمت، كنا بنتكلم على الجزء التكاملي في العلاقه الانسانيه. ان احنا بنحب الناس اللي بتكملنا، بمعنى لو انا محتاج ماديا وانت تكمليني ماديا فانا احبك طبعا، لو انا محتاجك معنويا فاحبك طبعا. يعني الحب نتيجه الاحتياج. بس هذا النوع من الحب لو قائم على الاحتياج فقط تبقى مشكله كبيره جدا. ليه؟ لانه مرتبط ارتباط شرطي بالاحتياج، وبالتالي لو انا بطل احتاجك ماديا خلاص هبقى مش عايزك، همشي. لو انا بطل احتياجك معنويا همشي. نقطه ثانيه جدا مهمه جدا في الحب، ان احنا بنحب الناس الشاطره. بمعنى يعني في الغالب لو انا هتعلق بيكي عشان انت متميزه. متميزه على فكره، كل واحد حسب درجه تميزه. يعني مثلا لو واحد مثلا غلبان جدا يبقى بتطبخ حلو قوي. لو واحد مثقف جدا تبقى بتتكلم كويس قوي. لو واحد فنان بتكتب شعر حلو قوي. لو واحد دكتوره شاطره قوي. يعني قصدي حسب كل واحد مفهوم النجاح والكومبتنس، مفهوم التفوق عنده. كل ما يكون الانسان اكثر تفوقا كل الناس تحبه اكثر، ممكن تغير منه لكن تحبه برضه. كويس. المهم جدا بقى ان احنا واحنا بنتعامل مع الناس بالقرب، بالقوه، بالتفوق، بالتعود، لازم يحسوا ان احنا هيومين، لازم يحسوا ان احنا انسان. ايوه طبعا. وبالتالي فن التعامل حتى في الرؤساء وفي الانتخابات وفي السياسه، دايما الرئيس يعمل حاجات هيومين. يعني مثلا جايبين صوره امبارح لاوباما هو بارك على الارض وبيحبي مع واد طفل صغير. يعني بيحسسك ان هو ده بني ادم زيه، انه قريب منك. او مثلا يجيب مثلا الرئيس مثلا يفطر مع حد وياكل فول وطعميه. يعني قصدي فكره الاحساس ان انت برغم ان انا قوي جدا، برغم ان انا بس انا انسان عادي، لكن انا انسان عادي جدا. ممكن يعني ايه التواضع ده مع القوه بيخليك تحبيني اكتر شويه. وبالتالي دي حاجات عشان تخلي الناس تحبنا. مطلوب اننا نكون متشابهين قوي في كل حاجه، ولا لابد يكون في حاجات مختلفه فينا؟ خد بالك في فرق بين تشابه الافكار
وتشابه المرشحات. يعني بمعنى ايه؟ يعني ممكن اكون انا وانت احنا الاثنين مسلمين معتدلين لكن بنختلف في اراء اسلاميه مثلا، او احنا الاثنين دكاتره لكن بنختلف، المشكله بنختلف يعني. هي الفكره ما يبقاش الاختلاف في القواعد، ايوه في الاسس، في الحاجات الاساسيه، اختلاف في الفروع. يعني ما نختلفش مثلا، كنت اصلي انا اقول لك انا اصلي تقول لا ما تصليش، او انا اقول لك والله الخمر حلو قوي حاولت تقول لا ما شاش. يعني قصدي ما نختلفش في قواعد اساسيه كويس، لكن نختلف في فروع، نختلف زي ما احنا عايزين. ده بالعكس، ده الاختلاف ده صحي جدا. الاختلاف ده يمنع تسلط الاخر. يعني اختلاف الاخ اللطيف ده اللي يقول لها ما تروحيش لاهلك، دفنت اللي عنده حاجه في مخه يعني كويس، حتى لو اهلها سيئين جدا على فكره، خد النهارده يعني. لا لا مش انا قصدي، لا يعني حتى انا هفترض جدلا ان اهلها دول في منتهى السوء، وان هم ناس سخفه جدا. احنا طبعا ما نعرفش تفاصيل الحكايه ولا احنا فاهمين في ايه. انا هفترض جدلا ان هم ناس في منتهى السوء. لا افترض جدا ان ابوها ده مسجون في قضيه مخدرات. بص ايا كان هو ابوها وامها يعني اهلها، اسوء حاجه في الدنيا. انا لما بقعد مع الناس بنقول لهم عاملني بطبيعه العلاقه الانسانيه اللي بيني وبينك. بمعنى ايه؟ ده ابو مراتك خلاص، وبالتالي انت مش عايز تبقى في علاقه انسانيه بينك وبين ابو مراتك، هو كده ما عنديش مشكله خالص. مراتك ستيل ده ابوها، ايوه زي ما بالظبط اما زوج وزوجه بيختلفوا بيتطلقوا، فبيجي الولاد في النص يبتدي ياخدوا سايد. الولاد مع الام، فبجيب الولاد بقول له بص اوعى انت ما تقيمنيش انا كزوج، انت تقيمني كاب. يعني انا ابوك، انا اختلفت انا وامك، ممكن اكون زي زوج سيء جدا لكن اب رائع جدا. صح. ممكن طبعا تكون هي زوجه سيئه جدا لكن ام رائعه جدا. فانت تقيميني بطبيعه العلاقه اللي بيني وبينك. يعني انت دلوقتي ما بتقيميني على فكره، انت تقيميني كضيف بتكلم، لو قيمتيني حاجه ثانيه تبقى غلطانه تماما. طبعا. زي ما عيان بيجي العياده هو بيقيمني كدكتور على فكره، مش اي لكن ملوش اي علاقه باي حاجه ثانيه. وانا بقيمه كمريض على فكره. انا مثلا لو جالي مريض يعني متشدد جدا وشكله كده يعني من الناس اللي هم اللي انا ما بحبهمش عموما، يعني انا ماليش دعوه بيه، ماليش دعوه بقناعاته الفكريه. انا بشوف لو عنده اكتئاب هعالجه كويس. يعني احنا مفترض في علاقاتنا الانسانيه مع الناس، وده مهم جدا في نجاح اي علاقه انسانيه، ان انا افهم هو انت دورك في حياتي ايه، وانت بتعمل دورك ده صح ولا لا كويس. وبالتالي لو انا اهل مراتي الان لوز بتوعي مش حلوين قوي، مش مهم خالص. معاكي فاصل، معانا تليفون، معاك تليفون. مدام نعمه. السلام عليكم مدام ليلى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يخليك. عايزه بس اسال الدكتور عبد الناصر، عندي ذكاء دكتور. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بيك. لو سمحت يا دكتور والنبي، عندي طفل داون سندروم عنده 19 سنه. اي فندم. طبعا هو لحد ما يعني كويس، لحد ما يعني الحاجات الشخصيه بتاعته بيعملها. بس كان بيتكلم بعض كلمات كده بطلها، لان ما انا ما يعني وديته مدارس بس ما كانتش كويسه المدرسه. المهم انا ايه، هو قاعد معايا دلوقتي بس بيجي له بقى حاله عصبيه ما اقولكش بقى، يعني امبارح مسكني موتني من الضرب. واخد بال حضرتك؟ حضرتك بتقولي عنده 19 سنه؟ عنده 19 سنه، هو داون سندروم. هو الدكتور عبد الناصر عارف الحاله. ايوه هو لحد ما في الحاجات الشخصيه بيعمل كويس قوي. كويس. والاكل بقى بياكل كتير قوي، كتير جدا يا دكتور عبد الناصر، لدرجه ان انا لو حصت منه الاكل ممكن ياكل دراعي، ياكل ايدي، يكسر البيت، يضرب ازاز، يعور نفسه. تمام. مش عارفه اعمل ايه، بياخد نوريزين واحده الصبح وواحده بالليل. أيه. بتهديه وتنيمه. واخد بال حضرتك؟ بس تمام. انا بقى مش عارفه في حكايه الضرب دي، ممكن يبقى قاعد هادي كده ويروح قايل مموتنا بالضرب. ده ضرب وموت. وقوه بقى فيهم قوه الولاد دول، ما اقولش لحضرتك على القوه اللي فيهم. تمام. يعني ممكن يكسر لوح ازاز يوقعه في الارض ويقطع شرايينه. مش عارفه اعمل ايه دكتور عبد الناصر. حاضر. والنبي. حاضر. والنبي وعايزه نمره حضرتك والنبي. حاضر. عشان في حاجات مش قادره اقولها على الهوا. طب حاضر. حضرتك ارجعي للكنترول يا مدام نعمه وخدي رقم الدكتور. فضل. شوفي الولاد بتوع داون سندروم دول مظلومين جدا، لان احنا طبعا للاسف الشديد احنا بلد ما بتحترمش ابدا الاختلاف. ايوه. يعني داون سندروم دول على فكره، في ولاد داون سندروم اذكياء جدا، في ولاد داون سندروم عندهم تالنتس، عندهم ايوه طبعا بيلعبوا مزيكا كويس قوي. بيبقوا مبتكرين هي الفكره في ايه؟ الفكره عيب الداون سندروم، عيب الداون سندروم يا لميا ان هو انسان، معاك فاصل معاك حاجه؟ لا بسمع حضرتك. انسان قريب قوي من الطبيعي.
بمعنى ايه؟ يعني انا تعرف لما يكون واحد عنده اعاقه عقليه قويه جدا ما بيبقاش عنده احساس ان عنده اعاقه عقليه اصلا. لكن لو انا عندي اعاقه عقليه بسيطه فانا شايف لميا. طب انا عايز اتجوز لميا. يعني هو بالنسبه له يعني 18 سنه انا اكيد عنده مشكله جامده جدا في فكره الجواز. يعني انا كويس وانا بتكلم اهو وممكن اعمل لكم شغل يعني قصدي لما اكون الاعاقه العقليه بسيطه بيبقى المعاناه اشد. أيوة. لانه هو عنده استبصار بان انا في حاجه غلط. بس الولاد دول ما بيعملوش عنف غير لما يكون مكتئب. عنده حاله اكتئاب طبعا لان هو مش عارف يعني موضوع الاكل كتير. الاكل كتير ده اكتئاب طبعا. يعني هو انا مش عارف اعمل ايه في نفسي، انا شايف نفسي قريب من الطبيعي لكن مش عارف اعيش طبيعي. مش عارف اشتغل لكن مش طبيعي. لان احنا طبعا يعني دوله وشعب لا يحترم الاختلاف. صحيح. معنى يعني ده بيشتغل لو ده في حته ما بيقبلوش حته محترمه داخل بيشتغل بالظبط بيشتغل في حته محترمه بيقعد في مدرسه محترمه معاكي فاصل معانا فاصل يبان عليكي فاصل مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره تانية خليكم معايا. مرحبا بحضراتكم مشاهدينا معنا مره تانية. معنا النهارده الاستاذ الدكتور عبد الناصر عمر استاذ الطب النفسي. اكيد برحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم. دكتور عبد الناصر خلينا نكمل يعني بقيه سؤال مدام نعمه وهي بتتكلم على فكره انه وغصب عنه طبعا انه بيقوم وبيكسر الدنيا وبيضربهم ومش قادره ان هي تتعامل معاه. لما يبقى في حد في البيت سواء كان بقى 19 سنه او اقل او اكبر وعنده الظروف الخاصه دي يقدروا يتعاملوا معاه ازاي؟ هو في الحقيقه اصل ده بيبقى تيم. يعني قصدي المجموعه من الناس بتشتغل مع الولاد دول بيشتغل معاهم سايكاتريست احنا يعني ودورنا على فكره مش كبير قوي دورنا يعني محدود جدا القيمه لكن بيشتغل معاهم سايكولوجيست هم الاخصائيين النفسيين بيشتغل معاهم اوكيبيشنال ثيرابيست اللي هم الناس اللي بتعلمهم ازاي يعيشوا في الدنيا. ايوه ازاي ينزل يشتغل يندمجوا ازاي ينزل يشتغل بس. وبالتالي هي تبقى منظومه بتسمح يعني بتسمح بكتير جدا من الولاد دول يعيشوا حياه طبيعيه. على فكره انا اعرف ناس مصريين ميسوري الحال سابوا مصر ومشوا بسبب رفض المجتمع لاولادهم ولادهم على فكره عايشين بره كويس جدا. واحد منهم بيشتغل في سوبر ماركت يعني قصدي. فاحنا ما عندناش منظومه تخلي الولاد دول يعيشوا كانهم طبعا مفيش حته انك لما تمشي تلاقي حد كده فتبدا تبص يبص عليه طبعا ويغلس عليه او يتوشوشه او يغلس ويستظرف يعني. بس النقطه الثانيه بقى ان احنا الولد ده عنده احتياجات عنده احتياجات جسديه واحتياجات نفسيه فكتير جدا من دول برضو بيبقى دور المؤسسه او دور الدوله او دور المجتمع ان هو يوفر له هذا الاحتياج. يعني قصدي لو هو عنده داون سندروم وعنده مشاعر وعنده وعايز يتجوز ممكن جدا يتجوز حد زيه. يعني قصدي يعني ما في او يتجوز حد بيبقى ما عندوش مشكله ان هي تتجوز حد داون سندروم. ايوه يعني قصدي مش لازم يكون حد يعني في نفس المستوى الاجتماعي او ممكن حد اقل سنه لكن يقبل. يعني قصدي هي تبقى منظومه حسب حالته اكيد طبعا تبقى منظومه يا لميا علشان تساعد الشخص ده انه يعيش بصوره طبيعيه وتفهم الاهل ازاي يقدروا يتعاملوا معاه. يس احنا ما عندناش هذه المنظومه في الحقيقه. الدور كله على الاهل دور كله على ام مش فاهمه يعني هو الولد ده بيضرب ويكسر ليه. هو بيضرب ويكسر انه مكتئب مضغوط بيضرب ويكسر عشان عنده احتياج غير مستوفى. وبالتالي انا متصور طبعا انا تحت امرها ما فيش اي مشكله خالص لكن انا متصور ان احنا محتاجين هي واهله ولو في اخصائي اجتماعي او في اخصائي نفسي يبقى المجموعه كلها بتشتغل معاه عشان حياته تبقى افضل. طبعا احنا عايزين الناس تبقى سعيده على فكره طبعًا. على كل المستويات طبعًا. عايز الست اللي جوزها مش عايزه تضيع عند اهلها دي تبقى سعيده طبعا. فلو هي مش سعيده السعاده وجودها يخلق ايه؟ السعاده قرار كبدايه. واللي انت قلتيه قلنا يمكن اعتقد الحلقه اللي فاتت انا مش شطاره ان اخلي نفسي في موقف تعيس مش شطاره ان انا اخلي حواليا ناس بيخلوني تعيسه. بس يعني قصدي ايه فكره ان انا اكمل في جوازه 30 سنه وانا تعيسه؟ انا برضه انا مش فاهم. ايه فكره ان انا اكمل في صداقه بلاش جواز عشان اقول لك ما بتطلعوش وبيخافوا قوي. اكمل مع واحده صاحبتي سخيفه جدا وغلسه يعني قصدي ايه الفكره يعني؟ فهي الناس ساعات ما بيبقاش عندها القدره وعندها التصور ان انا اخد هذا القرار. انا بقول للناس خد القرار انت شغلتك انك تبقى سعيد على فكره شغلتك اسعاد نفسك. فلو في اشخاص اخرين حوالينا بيسببوا بعض التعاسة ده خلص منهم يا اخي. كنت يعني الفتره اللي فاتت يمكن من ضمن الشعارات اللطيفه اللي بتنزل على الفيسبوك كتير هي جمله انه الشخص او الحب
اللي ما يضيفلكش حاجه في حياتك كويسه يبقى ملوش لازمه، يبقى مش حب اصلا. يبقى مش حب اصلا. بصي، هو الفكره هي المنظومه الاول لازم تبقى عارفه كويس قوي ان انت الاول لازم تحبي نفسك. بما انك بتحبي نفسك فمش ممكن تسمعي لحد انه يؤذيها. ايوه، يؤذيها على فكره مش لازم يؤذيها جسديا، الاذى المعنوي فظيع. في بعض الناس عندها القدره على تحطيم الاخر طبعا، بمعنى ايه؟ افقاده ثقته بنفسه. ليه؟ ما انت ما تفقد الثقه بنفسك انت متعود عليها 100%. يعني في اي علاقه انسانيه بتتعمل ازاي؟ ان انا وانت بنخش في علاقه تكافؤيه، احنا الاثنين محتاجين بعض. لكن لو انا كسرتك خالص، لو انا عليا الطلاق لو مش عارف عملت ايه، وعليا الكلام اللي البتنجان اللي بيقولوه ده، فحسيت ان انا يعني او مجبره او مضغوطه او انا ما اعرفش اعيش مع الاتوبيس ده، يعني قصدي مفيش غيره، يعني هعمل ايه؟ طيب ما هو الراجل ده هو اللي فرمني خالص وانا مستسلمه تماما، وبالتالي ماليش ما اقدرش اعيش من غير احتياج ليه. هذا النوع من العلاقات طبعا علاقات في منتهى الفشل، لانه اعتقد يعني انه هينتهي نهايه ماساويه، يا بكره يا بخروج الضغوط النفسيه الكتير اللي ممكن ما بتحبوش يعني ما اعرفهمش خالص، يتحول لكره شديد. يعني قصدي انا عايز الناس يبقى عندها الشجاعه للبحث عن السعاده. الشجاعه، مفيش بقى ان شاء الله بنروح عند ربنا طب ما ابقى سعيد هنا، وانا بروح عند ربنا ابقى سعيد برضه على فكره يعني. يعني ليه اتعذب في الدنيا عشان ابقى مبسوط في الاخره يعني؟ طب ما بص برضه هنا يعني مفيش مانع. فكره الاستسلام يا دكتور، ان انا مستسلمه للامر الواقع اللي انا عايشه فيه عشان من وجهه نظري شايفه انه ملوش بديل او ما عنديش اختيارات. بص، الخوف من التغيير هو ده اللي بيخوف. الخوف من المجهول، ساعات المجهول بيبقى افضل حالا بكثير جدا من الواقع. هل الخوف من المجهول ومن بكره هي دي بتبقى حاله مرضيه عند بعض طبعًا الناس؟ طبعا، قلق، قلق شديد. الانسان القلق ما بيبقاش عنده قدره على اتخاذ قرارات سريعه، بيخاف، بيخاف دايما، عنده اكسبكتيشن اللي جاي أسوأ. لكن ساعات على فكره اما بتغير حاجه بيبقى اللي جاي احسن كتير جدا. انهاء علاقه فاشله منتهى النجاح. انك تنهي علاقه فاشله مع حد، سواء كان صديق، سواء كان حبيب، سواء كان زوج، ده منتهى النجاح على فكره. يعني يمكن احيانا كنت بشبهها بفكره الحد اللي درسه وجعه، هو مستحمل الالم، مستحمل الالم رغم ان هو عارف انه لو شاله هيتالم فتره صغيره بس هيخف، بالذات لو الدرس غير قابل للاصلاح. لان خد بالك في ناس بتبقى قابله للاصلاح بس انت اللي ما اديتهمش فرصه يصلحوا. انت اللي سايبانها في فرومك وما بتقوليش لا شكرا ثانك يو. يعني قصدي انا بفرومك، انا بتجاوز وانت ست. حضرتك تقصد فكره انه احسسه انه لا، لو انت متخيل انك بتضغط بتضغط عشان انت تمتلكني فانا هروح منك. شوفي، لازم يكون الجزاء من 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 جنس العمل. الجزاء يعني انت عارف خلصتي خلاص. أيوة. الجزاء من جنس العمل يعني ايه؟ لو انت شتمت انت هتتشتم على فكره. كويس، لو انت ضربت انا اسيب لك البيت وامشي. انا قصدي لازم يكون مفيش داعي بقى، يعني قصدي فكره التعامل بنديه هو ده الاساس في اقامه علاقه انسانيه محترمه. لازم احترمك. مش كل الناس هتقبل ده يا دكتور عبد الناصر. نسبه كبيره جدا مش هتقبل. ما كملش في علاقه فاشله عموما. طيب خلينا نكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله. نورتني، وكل سنه وحضرتك بألف طيبة خير. طيبه يا رانيا، وكل سنه وكلكم طيبين. كل سنه وحضرتك بألف خير. مره ثانيه كل سنه وحضراتكم بألف خير. يا رب سنه سعيده علينا كلنا، واللي جاي ان شاء الله يكون احلى من اللي فات بكتير جدا. بشكركم واشوفكم بكره على خير ان شاء الله. السلام عليكم. Thank you.